يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى العراق في زيارة رسمية يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. وتأتي الزيارة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان. من جهته قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله إن زيارة الأمير تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، مضيفا أن الزيارة تنطوي على أبعاد مهمة ودلالات حيوية، ومؤكدا حرص سمو الأمير على الاهتمام والرعاية للعلاقات الأخوية وسعي سموه لتطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بغداد بالمهمة ليس للبلدين فحسب بل للإقليم بأسره. وقال عبد المهدي بخصوص الزيارة إن العلاقات العراقية الكويتية اليوم في أفضل حالاتها، وأكد أن هذه الزيارة إلى بغداد تأتي في هذه الظروف وتعد مؤشرا مهما على تنامي العلاقات بين البلدين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة للغاية فيما يتعلق بإيران، وذلك في ظل التوتر الكبير الحاصل بين البلدين عقب الأحداث التي وقعت في المنطقة أخيرا، واتهمت الولايات المتحدة طهران بالمسؤوليات عنها. وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته إلى أورلاندو إننا نراقب إيران، وهنا أمور كثيرة تجري بيننا وبينها، لكننا مستعدون للغاية لإيران وسنرى ماذا سيحدث. أفادت مصادر عسكرية بأن 15 جندياً على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة للجيش النيجيري في شمال شرق البلاد. وأوضحت المصادر نفسها أن أشخاصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في أفريقيا الغربية هاجموا قاعدة عسكرية في محيط بلدة غاجيرام الواقع على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة الإقليمية مايدوغوري.